سلمى، رحل أمس الموسيقي السوري حسام الدين بريمو عن عمر يناهز 60 عاما، مع مسيرة حافلة درب خلالها مئات الطلاب وأسس 5 جوقات، استطاع أن يخلق تناغم استثنائي للغناء الجماعي. أكيد نور، يعني ألف رحمة ونور على روح المايسترو، وعزانا أكيد لأهله وعائلته. يعني المايسترو حمل لقب الأب الرؤوف من طلابه ومحبينه، ووهب جزء هام من مسيرته بتدريس فنون العزف ضمن المعهد العالي للموسيقى بدمشق. أتقن الغناء الكلاسيكي بفترة التسعينات، وأصبح مدرس لغناء الكورالي والعزف الموسيقي. أكيد أسس مثل ما قلتي جوقات 5، غنى مقامات مختلفة والأنغام والتراتيل أكيد، وأصبح واحد من أشهر مؤلفي الموسيقى في سوريا. أكيد الرحمة والسلام لروحه، العزاء أكيد لعائلته وأسرته، للعائلة الكبيرة الفنية. كان مايسترو حسام ضيفنا دائما برحلاتنا صحيح. الصباحية، عزيز على قلبنا كتير، وما في مرة إلا ما لبانا فيها، وكنا نحسه من أهل البيت، وما بننسى ضحكته الجميلة ولمعة عيونه الحلوة وهو عم يحكي عن طلابه. أكيد كمان العزاء لطلابه بنعرف قديش له مكانة كبيرة بقلوبهم. أكيد، ويمكن اللونة للغناء الجماعي بتضم مختلف الأعمار صحيح. والأطفال فعلا بيروحوا وهن معتبرين أنه الأب حسام الدين بريمو هو أبوهم فعلا، مو بس موسيقار. الله يرحمه، خسارة كبيرة، ولكن يمكن عزائنا أنه رح يبقى ذكرى موجودة بين كل الطلاب اللي درسهم وكل الخريجين اللي مروا من أمام هذا الموسيقار، وأكيد بالألحان اللي تركها.